عسلامة، شنحكي لكم اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي مع لي ريجيم، لي زيرور اللي عملتهم والسوليوشن بور لو مومون اللي لقيتها ومازلت نجرب فيها. وبالطبيعه باش نعمل اون اوتر فيديو لا كونتينيتي نتاع الفيديو هذه باش نحكي لكم على السوليوشن اللي لقيتها على الريجيم اللي نعمل فيه توا اون ديتاي، شنو ناكل شنو ما ناكلش. باش نعمل لكم فيديو انا مازلت نجرب فيها الحكايه وميم با سور اني باش نخلط لوبجيكتيف نتاعي ولا دونك ان شاء الله باش نعمل une vidéo retour d'expérience positive ou la négative. Allah a'lam, inchallah tkoun positive khatib bsraha chi dir sih al akhrina. Donc taw nkhalikom al vidéo. Let's get started. تابعوا فيا على انستغرام وعلى الفيسبوك، طرحتهم لكم لهنا. تابعوني هاني كل مره نحاول نبارطاجي معاكم حاجات في كوتيديان. قلت ربي زيدا باش ننسي لي فاز نتاع الريجيم، هكا كل مره نصور لكم دي بلا دي روسيت نعمل فيهم وكل بوتيتر سا بو فو زيدي. زيدا نحب نعمل لكم ان ديسكليمر صغير قبل ما نبدا الفيديو، انه راهو سيت فيديو اي اون اوكان كا بو فو انسيتي افير دي ريجيم. بالعكس كانك انت فرحانه بروحك وتشوفي روحك من زينه، اون سون فو من كلام العبيد، طون ميو بور توا. انا مانيش في الكه هذايا، على هذاك جيسي d'y remédier pour avoir ce bien-être. Et la clinique de l'alcool, c'est le consommatrisme de YouTube, Instagram ou Facebook. Donc, faites dynam les stéréotypes de l'Instagrammeuse ou la YouTubeuse qui a été fait à l'heure d'Ima. Bien maquillée, dima chara majboud à la perfection. Toi, automatiquement, toi, t'qarn rouhk bel abid hadouma. Waqta youlli ma'ach andek confiance fi rouhk. Donc, ana tahta fi piège hadaya. Ila kainek enti farhana bruhk, tu t'en fous mon klem l'abid, ligel jawk. Blaks, ghayrin minnek rawahom. Taw bach nhatkom fi contexte, nahki lkom ala rouhi chwaya. Ana je n'ai jamais été en surpoids. Donc, hatta taw manich en surpoids, kalkal l'IMC tay. Bnisba l'abid, ma ta'rafch l'IMC. نحطولكم لهنا كيفاش تكلكلو، تعرفوا روحكم اسكو اون سوربوا ولا لا. انا مانيش اون سوربوا، مي ملي جيت لفرنسا زدت 7-8 كيلو، همش شويه وحسيتهم انا على الاخر، وليت متقلقه حوايجي ما عادش قدي، ما عادش نقدر نلبس، ما عادش نحس روحي اليس في حوايجي الكل، دونك بديت نتقلق على الاخر وقررت اني باش نعمل غيجي. بالنسبه للي فام كي سون روند اي كي اسيوم لو روندور قداش ني جو لي ادمير، مي انا مانيش نحس في روحي اليز توا، دونك على ذيك السوليوشن هذه اللي لقيتها اني عملت قلايب وباش نحب نضعف. اون بليس سيتواسيون اكتويل ما تعاونش حتى طرف في الكونفينمون، ميم با راهو مشكلة كونفينمون، قبل الكونفينمون ديجا جيت لفرنسا لقيت الشوكولاتة لقيت الجبونيت، ما حرمتش روحي حتى طرف. وزيد بل كونفينمون الخدمة قريبة على الاخر للدار، دونك نمشي بالكرهبة جونك 10 مينوت هكاكا، ميم با نتحرك على ساقية. ابار سا في الكونفينمون تيلي ترافاي 100%، زدت بركت جملة واحدة. المشكلة مش كان لو بوا، المشكلة اني وليت ما عادش نتحرك جملة، ابار اني نتحرك يمكن من بيت لبيت، مي سينون الحقيقة ما نتحركش برشا. هذه هي المشكلة بتاعي انا. وابار سا عندي مشكلة كبيرة 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 اللي هي لو سكر. لو سكر انا نموت على الشوكولاتة، نموت على البسكوي، نموت على اي حاجة حلوة، وعندي فريمون ادمان. كي نقول ادمان معناه بالحق نحكيكم على ادمان كيما عبد مدمن اللطف على الدروغ والا محشش على سيجارو. بالضبط كي كنت نقرا في البريبا امي كيما تقضي لي قضية الشهر، تقضي لي زيادة قضية الشهر بسكوي وشوكولاتة وهاو كروستينا هاو درا شنو حاسيل وما نحكيلكمش. نوصل في النهار انه مخي يقف، ما عادش نجم نعمل حتى شيء، كان خدمه نبطل عليها، كان قرايه نبطل، مخي يتكونسى ويلزمني السكر. باش نحكيلكم هذا حاسيل هذايا سكوب تيلمون ساعات يطيح مونك من السكر ويبدا ما عنديش شوكولاته تحت يدي ولا حاجه، الشوكولين اللي كعرفتوها نطيح ناكل فيها بالمغرف، والا نلقى حكه حليب نستلي ناكلها بالمغرف، نخلط معاه الشوكولين وناكل. دونك هذه مشكله كبيره على الاخر بالنسبه لي وما نجمتش نحيها. بيان سور ما تعاونش حتى طرف، على خاطر السكر كيما تعرفوا هو اللي يسمن وهو سبب طيب الكل. ابار سا فما حتى ان امباكت على السونتي، لطف نمر نجم نمر بالسكر، اون بليس انا ان تيران فافورابل بابا يعني بالسكر، دونك جو سوي ان تيران فافورابل، لازمني نرد بالي على روحي. وانا هذا عجوزه مهمها قرص، حسيت روحي فريمون وليت متقلقه على الاخر، وليت نحب نلبس ديما سومبر معناها اكحل باش ما نوريش المورفولوجي نتاعي الكل. دونك وقتها حسيت انه زمرت الخطر بديت تضرب، وبديت نحاول نلقى دي ريجيم على الانترنت، نلقى دي ريجيم على الفيسبوك، وهي دي اكبر غلطه، خاطر
en fait ils se contredisent barcha entre eux et donc ils changent là nous allons faire des combos faire des menées ou des menées ou un aliment maintenant qu'ah ni نقول لك ليه هنا تلقى اي يقول لك اي 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 نعمل في الريجيم جيت اللبز واحد نشوف من الفيسبوك نشوف من اليوتيوب نشوف من الانستغرام كل ايدو الريجيم اللي عملته هذايا تيلمون خايب انه عمل ديكارونس اون فير اون مغنيسيوم اون زنك وليت نقفل دوخ دونك فريمون وصلت لحاله خايبه على الاخر اون بليس عندي اون بيتيت تنسيون معناها ديما في العادي نتاعي ديما تلقى التونسيون نتاعي تسعه مانيش ان كا ستاندار باش يجم يعمل لي ريجيم هكيكا وحده الكل دونك لا سوليسيون اللي لقيتها اني نمشي لان بروفيسيونيل ما فهمتش علاش احنا في تونس اون جينيرال ديما تحسها تابو ترزن عليك باش تمشي ديتيتيسيان ولا ميدسان جينيراليست باش تحكي له على جوستومون لو سوربوا ولا باش تحكي له انك تحت ضعف ولا كيما هما يسميوها ريجيم استيتيك اونتر غيمي كيما انا باغ اكزومبل تو سي ان ريجيم esthétique parce que je ne suis pas en surpoids qui m'a coûté comme l'IMC et les calcols mais voilà je suis sûre que je me calque donc je vais perdre 7 kg ou 8 kg je vais nahiha ma douma je ne sais pas tabou à l'autre et je زيد ما نعرفش علاش ما جيتش البني من الاول دي لبز 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 كي voilà qui me reste tout col donc وقتها حسيت انه il vaut mieux نمشي un professionnel donc qui fait surtout professionnel et bien مشيت sur le site cabinet.tn un site tunisien c'est exactement qui m'a doctolib تاخد un rendez-vous مع ديتيتيسيان ومن بعد تعمل لا كونسلتاسيون فيزيو كونفيرونس دونك تحكي معاه الحاجه الباهي انك عندك زاده اون ميساجري انستانتاني تنجم كان عندك اسئله بوندون لو ريجيم تنجم تحكي مع ديتيتيسيان تاعك tu peux lui envoyer des photos زاده ولا حاجه تاكو 40 دينار ونسي و 13.6 كان صدقني ربي فوالا دونك لو بايمون اي اون ليني ما نكذبش عليك جربته مره واحده عندي توا 10 ايام من اللي دي كل رونديفو جاي ان شاء الله في 10 يوم اي دونك نورمالمون غدوه نعمل رونديفو تاعي الثاني مي بيسكو ما لقيتش رونديفو في الوقت هذاك دونك وخرت نهار الجمعه دونك غدوه الاثنين انا وخرت نهار الجمعه ان شاء الله باش نعمل مون دوزيام رونديفو هكيكا نوريها لي ريزولتا اللي وصلت لهم واسكو سي بون ولا اسكو نبدلوا حاجات ولا دونك انا ننصحكم على الاخر انكم تشوفوا ان بروفيسيونيل على خاطر باغ اكزومبل ماج باغ اكزومبل عندكم اون كونسلتاسيون ان بالونمون كيما انا باغ اكزومبل عندكم دي كارونس اون فير باغ اكزومبل ولا حاجات هكا قبل راني عمري ما شديت حتى ريجيم عمري ما شديت حتى ريجيم ديما نشد نهارين الاولانيين حسيبو كيما تقول امي الريجيم نتاعي يبدا نهار الاثنين ويوفى نهار الاثنين ديما كل ما يسالوني نقول لهم نهار الاثنين نبدا يبدا هو نهار الاثنين ويوفى زاد نهار الاثنين دونك فوالا فريمون ننصحكم على الاخر انكم تمشيو تشوفوا ان بروفيسيونيل تحكيو معاه على السيتواسيون نتاعك على الريتم دو في نتاعك على خاطر باش يفا تو كونكوكتي ان ريجيم سور ميزور سولون خدمتك سولون الريتم دو في نتاعك سولون شنو تاكل وشنو ما تاكلش انا بور لو مومون باش ما نكذبش عليكم راني مازلت بعيده على الاخر على الاوبجيكتيف نتاعي ومازلت ما وصلتلوش فوالا مي ان شاء الله كيما قلت لكم نعمل اون فيديو اخرى باش نعمل كم فيها ان روتور ديكسبيريونس على الريجيم اللي نعمل فيه وكل تو ما نحبش نعطيكم برشا دي زانفورماسيون دي ديتاي على الريجيم نتاعي مي اذا كان عندكم دي كيستيون حطوهم لي في لي كومونتير والا ابعثوا لي دي دي ام على انستغرام نجاوبكم بقدر ربي كيما نعرف انا هذه شنو هي السوليوشن اللي لقيتها و بور لو مومون الحقيقه جو سوي موتيفي على الاخر ان فيت نحس لي ريجيم لازم يجيك ان ديكليك باش تكمل الحق اللي قالت لي نتبع فيه بالحرف الواحد معناها ما زدت عليه حتى شيء وشاد صحيح بالكدي بالكدي بيان سور تنحط لكم في البار دانفو اللين تاع البلاتفورم اذا كان تحبوا تجربوا انا الحقيقه ملي بديت هاني قلت لكم شاده صحيح وحسيت ان فيت هذه شنو كان ناقصني من الاول ما فهمتش علاش ما جاتنيش الفكره من الاول مي هذه شنو كان ناقصني انه عبد نظم لي شنو يجيني ناكل وعبد كي مو سوبرفيز سورتو على خاطر كي كنت وحدي كنت ديما تجيني لي طونتاسيون دونك ناكل وكل ميساج تو نبدا غدوه ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتقابلوا في الفيديو الجاي كيما قلت لكم ان شاء الله نحضر في فيديو كامله على الريجيم نتاعي اللي قاعده نعمل فيه توا قاعده نصور كل مره ليفولوشن قاعده نصور شنو قاعده نعمل كيلك بلا اذا كان بيان سور انتم سا فوز انتريس صور لكم كيلك بلا اللي كل فيهم هيلثي اونتر غيمي قولوا لي نعمل لكم فيديو زاده بيا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب هكا تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات وكيفكم راكم تتابعوا فيا على انستغرام وعلى الباج فيسبوك تنحطهمكم لهنا اعملوا لي فولو هاني توا زاده باش ندخل كيما قلت لكم الريجيم في الحكايه باش نولي نبارطاجي معاكم كيلكو ريسيت كيلكو تيبس كيلكو هكا حاجات بوتيت خينا نحسهم يمشيو وبوتيت زاده نبارطاجي معاكم حاجات حسيتهم في فلوب على الاخر ما مشيوش معايا وتوا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.